وكذلك سفن التناكر والغاز الراتب من 14 إلى 17 ألف دولار ولكن الإجازة من غير راتب. طبعا هذا توضيح من الكابتن ساري وهو بيشتغل في أحد التناكر في دول الخليج العربي. تحياتي لك ساري. طبعا كلامه مزبوط 100%. هلا في بعض الشركات لما انا بقول ب 10000 دولار في التناكر، هذا اغلب الشركات بتشتغل فيها 4 اشهر وشهرين بيكون عندك اجازه، بيكون اجازه مدفوعه، يعني بسموها نحن بسموها اون اوف يعني. ولكن عندما الشركه بتدفع لك كثير يعني 17000 دولار مبلغ كبير، ولكن هي في الاجازه ما بتدفع لك. هذه من مساوئها طبعا انه هي انت بتحب تضل اكثر وقت ممكن في الباخره مشان تلم اكثر شيء، اكثر يعني مبلغ اكبر. فمن مساوئها طبعا انا ما بحب هذا النظام، هذا انا بحب اللي بشتغل الشركه اللي بشتغل فيها انه هي يكون نظامها اون اوف، لما بكون في البيت بيكون في راتب، لما بكون في اجازه في الباخره بيكون في راتب. انا بفضل هيك. هلا في بعض الناس بتفضل هيك، ليش؟ بتقول انا بشتغل لي مثلا 5-6 سنوات لفتره محدده باخذ راتب كتير وبضل اكثر فتره ممكن في الباخره، فانا باخذ بلم مصاري وبترك البحر. كمان ناس، في ناس بتفكر هيك، ولكن تحياتي لك ساري على التوضيح.